لما باجي اتكلم على التغذية في رمضان والتغذية السليمة لفترات الصيام، انا بحب ابدأها ان انا اتكلم على وجبة السحور، لان انا لو وجبة السحور بتاعتي تمت بشكل سليم هيبقى الصيام بتاعي ان شاء الله سهل، مش هحس بتعب جامد وهحافظ على صحتي بطريقة احسن. وجبة السحور مفروض ان احنا السنة طبعا ان احنا بنأخر السحور، بتناول وجبة متوازنة بحيث ان هي بتساعدني على الصيام تاني يوم، ما اشعرش بالجوع الجامد، ما اشعرش بالعطش الجامد. اراعي ان انا هتناول فيها النشويات المعقدة، هاخد مثلا عيش بلدي، مش هاخد عيش فينو ولا هاخد عيش شامي، هاخد حاجة زي البقوليات زي الفول مثلا. طبق الفول مناسب جدا للسحور، فيه نسبة عالية من البروتينات وبروتينات عالية الجودة، وفي نسبة من النشويات اللي برضو هضمها بياخد وقت، فبالتالي بتحسسني بالشبع لفترة أطول. لازم يكون في مصدر للدهون موجود في الوجبة بتاعتي وتكون من الدهون الصحية، يعني بحط مثلا معلقة زيت على طبق الفول أو بحط عليه معلقة طحينة. لازم يكون معايا خضار في الوجبة دهيت، هاخد الخضروات الورقية بصفة عامة، فيها نسبة عالية من الألياف بتخلي الهضم يتم بطريقة تدريجية.